وإحنا متواصلين في مجال الإبداعي الشعري والكتابات المختلفة عبر ظلال الأصيل. في هذه المرة تجربة جميلة جدا، مختلفة جدا، من الجزيرة ومن أرض المحنة، بالتأكيد حضور من خلال ظلال الأصيل. سعيدة جدا أن ينضم لي في هذه الفقرة الشاعر يوسف عبد الرضي الشيخ، وعنده عدد من الدواوين الجميلة وعنده مواضيع مختلفة من خلال كتاباته الشعرية. أنا سعيدة بك، مساء الخير. أهلا بك، أولا أحيي كل مشاهدي ظلال الأصيل، حي مشاهدي الشروق في كل مكان. أتمنى أني أكون ضيف مفيد ومقنع للآخرين. يعني أنا دخلت بالجزيرة أرض المحنة، دائما الأماكن اللي فيها الخضرة بتدي إيحاء بالإبداع وإيحاء بالجمال، لأنه الخضرة دائما بتدينا طاقة إيجابية كبيرة جدا. والجزيرة واحدة من الولايات والمدن الحقيقة أخرجت لنا عدد من المبدعين، والكتابات الشعرية في تلك المنطقة يعني عندها مدلولاتها، عندها ميقاتها، عندها مكانة وعندها حدسة. خلينا نتكلم تحديدا مباشرة، نحيي كل أهلنا وأحبابنا في واد منسي، ونبدأ بواد منسي نتعرف عليها. أول شيء أحيي كل الناس في واد المنسي. واد المنسي هي أصلا غرية في منطقة المناقل، قرية مبدعة حقا، يعني فيها من الشعراء ناس ممتازين، فيها جمال طبيعي، فيها علاقات اجتماعية، فيها ترابط، فيها كل الناس أمك، كل النسوان أمك، كل الناس أهلك كذا يعني. واد المنسي فيها جمال، غير إنه جمال طبيعي، فيها جمال روحي بتخلي أي إنسان الليلة تسأله يقول لي أنت من وين، ما بقول لك أنا من أقرب مدينة، يعني بقول لك أنا من واد المنسي، كأنما واد المنسي هي منبت للحاجات ومنبت للناس وكده يعني. فأكيد طبعاً يزم واد المنسي بيعتز بهذه الغرية. نحن نحتز بكل بقعة في السودان أكيد، وتحديداً إذا كانت هذه المناطق مولعة وملهمة ودائما بتدينا الجمال، سواء كان من خلال الحان، سواء كان من اجل كتابات ممكن تعبر ما في دواخل كل المبدعين. واد المنسي واحده من المناطق الجميله جدا زي ما ذكرنا، وانا دايراك تقف معاي في اول عمل شعري انت كتبته ونقدمه هديه للمشاهدين. اول عمل شعري كتبته قد اكون ما بتذكره، لكن اقول لك اول عمل شعري انا واجهت به الناس، يعني قريته لناس في منتدى، ونص بعنوان سألت عليك. سألت عنك كل حاجة، حتى لمبات الشوارع قالوا شافوك وانت راجع شايل الهم، أصله همك أمر واقع، اللي بفوتنا ما بوادع تنكسر فيه الخواطر وبيبقى زول مهزوم وضايع. تاني بسأل عن مكانك، الكلام اللي بيننا شايع قالوا ما لقيت زول يريدك، قالوا مغرور وانت فاكر أي ريد بتجيبه إيدك، ونحنا إحنا شايلين لك حلم كل لحظة بنشتهيك، كل سكة نشوف نفرح في انتظار ساعة مجيك، يا حلم طال انتظار يوم يكون البي بيك ونكشف عنك حجابك وتعرف إني الحاسس بيك، يبقى أرجع تلقى باقي العمر ليك وتلقى عندي الريدة غيمة تظل لك وتخاف عليك. وسألت عليك زهور الروض أبد تفصح، قلنا تكون مع النجمات أو متسوس عطر بين أجمل النسمات، وحات عينيك من يوم ذاك منتظرين، نخلي الريدة ما عارفين نقبل وين، ما أصل الزول بدون إحساس مقيد وجوه نفسه حزين، وكملنا الدروب توهان، في ناس في الريدة شحادين شلناك لوحة جوانا، نفتش ليك في الوانة خطوط متشابكة حيرانة، نقني بقينا فنانين نقول تسمع وتتلطف تعود ترجع، ما صدقنا إن الزول بيسبب للبريد وجع، وما صدقنا باب الريدة بتصدع وتتكسر سهام الحب، سيوف الماضية ما بتقطع مسيد الريدة، سيد الريدة لما يتوه بيصبح زي جماد، لا بدي لا بطمع، تعال لملم رفاتنا وفوت، عشان جيتك قضينا سنين بنتنفس هزمنا الموت، تعال ورينا كيف الحب يرد الروح وقادر يكسر التابوت، تعال ورينا كيف الحب يرد الروح وقادر يكسر التابوت. الحب يرد الروح طبعا، الحب دائما نحن بنقدمه لاقرب الناس لنا، يعني ما هو الحب اللي دائما بيكون في الاطار الضيق بين الرجل والمراه والعلاقه العاطفيه، الحب موجود في البيت، موجود في مكان العمل، موجود في الشارع، موجود بصوره الحب كبيره جدا لحبنا للوطن. الحب هو دين صحيح، ما زال عبدي يتغرب اليه بالنوافل حتى احبه صحيح، ف
فأظن ما في زول بيصل المقام الكبير مقام الولاية ومقام المعرفة إلا بالحب. صح. فالحب دين هو أصلاً. وكيفية إنك تزرع الحب ده وترجمه في كتابات شعرية، سواء كان حب للأوطان، حب للمحبوبة، حب للأم، حب للأخت، حب لكل الناس اللي حوالينك اللي أنت ممكن تقدم لهم الدعم ده من خلال الحب. الحب ده يعني حاجة جميلة جدا. الكتابة بالعامية واحدة من المدارس الشعرية المنتشرة في السودان بصورة كبيرة جدا، وأغلب الشعراء دائما بيتوجهوا إلى هذه المدرسة. بماذا يتميز شاعرنا اليوم في كتاباته الشعرية؟ الكتابة بالعامية، العامية هي لغة الوجدان، هي اللغة، لغة المشاعر، هي اللغة اللي بيفهمها أي زول أنت بتتعامل معاه، بتفهمه أمك، بيفهمها حبوبتك، خالتك، بيفهمها الزول المثقف، بيفهمها الدكتور، بيفهمها يعني أنا برضو عندما أكتب بالعامية بعبر عن دواخلي أنا يعني. صحيح. الشيء الثاني أنا ما بستنكر إنه الناس ما يكتبوا بالعربي، الناس يكتبوا بالعربي، ولكن أنا بشوف النقاد كلهم يعني مركزين على إنه حفظ اللغة العربية لا يتم إلا من خلال النص الشعري، فأنا بشوف ده ما صحيح. يعني في الرواية معظم الروايات اللي كتبت بالعامية كانت روايات فارقة وروايات عندها قيمتها. صحيح. كذلك القصة القصيرة كذلك، بس ليه يعني اللغة العربية حافظ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعني. نعم. فما ما النص الشعري هو الوحيد القادر يحفظ اللغة العربية يعني. اللغة العربية محفوظة حفظ كبير جدا، نحن ما بنقدر. أما العامية اللي نحن بنكتب بها، نحن بنكتب ما بداخلنا لكل زول بيسمعنا يعني. صحيح. ما فيها إسفاف، ما فيها بنكتب لغة عامية. أنا عايز أجيب في الحتة، الكتابة بالعامية هي كتابة مشرقة جدا وفيها إضاءات لمواضيع ممكن تخدم المجتمع السوداني في كافة المجالات، لكن بتظل هي حابسان عن العالمية في بعض المحافل أو في بعض المقامات. تماماً لا. تماماً لا. أنا صاحب تجربة، أنا كان بتذكر مشيت لمهرجان في القاهرة، قدمت نفسي إني شاعر عامية. فعندما قريت النص الأول كان مفهوم بالنسبة لك؟ مش مفهوم. في واحد حييه من هنا هسه بقى صديقي الأستاذ الشاعر الكبير المصري عادل عبد الموجود، كان في آخر الصف، كان وقف كده قال ما هو كلامكم مفهوم صعبنا علينا ليه؟ فقمت قلت احنا ما مصعبنها عليكم، نحن بنعيب على إعلامنا إنه خجول ما بقدم حاجاتنا كما هي يعني. فأفتكر من ضمن الأسباب الأساسية إنه الإعلام السوداني بيعتقد إنه الناس ما بيفهمونا، نحن متأكدين تماما إنه الناس بيفهمونا والآن كل الاعتزاز بالعامية يعني جدا. ما نحن كل الشعوب اللي بتعتز بالعامية، ما نحن هسه فهمنا من المصريين أحمد فؤاد نجيم الأبنودي كل الشعراء الكبار ذيل نحن بيكتبوا بالعامية ونحن بنتفاعل معاهم، فليه نحن ما نقدم حاجتنا بنفس ما نحن نملك يعني. من عاميتنا نحن بالمناسبة مفهومة جدا، وعاميتنا من أقرب اللغات. صحيح. من أقرب العاميات للغة العربية يعني. صحيح. أنا ما أعرف ليه بدأنا نلاحظ أنه في بعض الأغنيات السودانية بتردد الآن. الأغنيات السودانية نعم. بتتردد في مصر. صحيح. بصورة واضحة. صحيح. وصورة جريئة جدا يعني. صحيح. في منطقة الجنوب تحديدا. العامية والفصيح في ما يميزهم الاثنين، فأنت اخترت أنك تكتب بالعامية. هنسمع قصيدة بالعامية. أقول لك سرقت صباحك قبل الفجر الصادق يطلع، خايف الشمس تعاند ترجع ويطول ليلنا وتبقى الظلم الغطى والمضجع، وانا صبحتك راجي الشمس تخلي غروره وتاخد منك احلى شعاع في الكون يتوزع، انا صبحتك داير اكتب نص الضايع وعاوز صوتك يبقى المطلع يا احلى حروف في غناي مفقوده، يا نسمه الرود يتمنى مرورك لان ورود بلاك موؤوده، وانا صبحتك عشان الشمس اللي أخذت منك ما تفاجئنا نهار بهجيرة، دايرك غيمة تظل الكادح وتشعلي فيها نار القيرة، وشوف أطفال فرحانة تغني لأنه صباحك ورد كليلة، يا إهذوجة فرح القايب غطى عن بيك الدنيا، الدنيا جميلة، أنا صبحتك خايف الشمس تغيب من تاني وتاني الدنيا يطول ليلة، أنهض واحة ظلالك وارفة أنزع جزع الناس الخايفة، داوي جراح الحزن الناس فأبقي ضماد، وللدمعات خليك منديلة، أنا صبحتك بكرة وهسة وبرجى صباحك في كل ليلة، وأنا صبحتك بكرة وهسة وبرجى صباحك في كل ليلة. رغم إحنا بنمسها لكن بقول لك ده كان أحلى صباح يعني، لأنه فيه يعني
دلائل جميلة جدا، فيه رسالة جميلة جدا، وده بخليني أجي في الحتة بتاعت إنه أغلب الشعراء برضو بيجيهم في حتة الكتابة للغزل. يعني الغزل مش أغلب الشعراء، يعني هو أغلب جل شغل هايو. ما هو أنت بتكتب للغزل كأنما الكون ده اصلا مقسوم بيننا نحن وبين الانثى. صحيح. مقسوم الانثى ذاتها قد تكون هي الثوره. صحيح. قد تكون هي الجمال المطلق الطبيعي. قد تكون اشياء، يعني لا بد انه الكون ده بيمشي برجلين اثنين يعني. صحيح. فما في رجل واحده. طيب يعني القسمه دي زي ما انت تحدثت عنها خلتك في واحده من الدواوين انه يكون عندك ديوان اسمه ونسة حريم، وانا بفتكر ونسة حريم دي واحده من القصائد الموجوده داخل الديوان. سر أكيد. الاسم وشكل الاحتفال بهذه القصيدة. والله سر الاسم أنا حق أقرأ لك النص. نقرأ النص. بعديت استشفي. نقرأ النص. إنه شنو سر الاسم؟ الموضوع يعني بقول كده في كل منتدى، الموضوع ونسة. ونسة حريم في ضلحة. صحباتي داعبا في بعض بصوت خفوت تهامسا. طيبتكم شهرين والتالت دخل. يوم موت حمد والناس غياب أظن شافع الجن حصل أجي تخجلي يوم البكا ما القسمة ما بنواعدة يا ريت تتم بيه كيل عين العدا وافرح من تلكا بالوليد وابسط حبايبي وأسعدة واستريح من السؤال بقيت كم ومن هسه من هسه ببدأ بغني ليك أندس في ظلك وشيلك لي عصاي التكبيك أحفظ حج الحبوبة أطرق حس قمرية طول الليالي تقوقليك والحالة الحالة ما أشى ولا بتجيف زرعت معاهن في الخريف مرات ركوب ومرات تدج أقروب تمش لا تأخرت لا تعطلت زي الزري رجاك تشرف في الدرت وانت تكبر مرتين جواها أيامك تزيد وشايلاك صورة في الخيال تلعب مع أولاد الفريق تركض تطارد في القبور تسرق مع أولاد الطهور وتجيها في ساعة هجير عرقك يخور قلابتي وين ماشيين نشرك للطيور بيسوى الفطور أكن البليلة مع محسون وناس فطين الدون روب وعمين حسن أدانا باقي فطور جماعة تجاوي لي باللور طوب ما الحلة كلها أمهات يدوك حنان من غير حدود وينموا فيك أمبل صفات وأنا أنا أمي عن ساعة المخاض ونزل البشيش وجات كم وجعات بعاد تقاربا اتلمنوا مات الكبار الكل يراغب منظرة حبات عرق ملت المحيم بللة شد الحمار ما الداية في الحلة الورى وللإحتياط جايبين شموم داية الحبل وقعدوا الرجال في كم ضرة بكرية الله يقدره وكل ساعة نسمع صوت عياط يوم الله لي يوم الله لي يوم الله لي والحلة ساعات من سبات متوسلين بأ الله يا الله لزمنا السبات يا ربي فرج كربتها والداية فرضت سطوتها صوت الجهور كل زول بيعرف نبرته هو يا رجال شوفونا شيء داير نقوله واللوري واحد في البلد بس يدو في النايبات سند عند اللزوم حفيان يقوم ما برد بالحس الغلط وشفنا الحريم يتسربقا كل واحدة جات لها في حالة توب وجابوا البنابر للركوب وصوت من هناك جلجل صرخ ما تركبا كرهت للناس الملوك خلوا الرجال يمكن تكون دائرة لدم وصراخ ملون بالألم يوم الله لي والصمت عم والكل حزين وكساه هم بغرورغت عينين كتار خوف الفراق دائما بيبدا من الكبار وشق صمت الهم صياح ذغرودة عطرت المكان وأريجة فاح جابت ولد والكل وجم وقف انتباه وتقالد الناس من طرف زي تقول الدنيا عيد دخل الوجود أول وليد ما يهعد الأم هناك مولود يحلها من درك ولما حبايب وحدت دعوات ليه الله الكريم ينجيها من هذا الشرك أم علمت ضيق السنين كيف الفرج أم شبعت ضيف الهجوع قبل أن يزول دخانة بق وملودة منه الصاج هرج تحلب تصر تنفش تتر ومن كل شيء تنفض أضانة غادي كر أم لمواسم الدنيا دائما في انتظار راجل مسافر ساعة عودة سال شيء والهسة قالنا بالرحيل ما اداله شيء رقم السنين داست عليها وظلمتها تشع نضار وفي كل محنة تزيد جمال أماتنا ما بعرف انهزار أماتنا لو ما بيولدن أحلف وأقول والله ما شاف الرجال أماتنا لو ما بيولدن أحلف وأقول والله ما شاف الرجال يا سلام
أنا عبرك بحيي كل الأمهات اللي هم دائماً يعني مستعدات للتربية، مستعدات لأنه يقدموا للأجيال الوافدة وكل الموجودين من خلال السحنات المختلفة واللهجات المختلفة، كل الأمهات القابضات إلى الآن على الجمر من أجل التربية، من أجل يعني تقديم شباب وسند حقيقي للسودان. أنا بحييك على الفكرة وعلى التجربة، وأنا ستحرين بفتكر إنها وضحت من خلال القصيدة. ودائما كتاباتك الشعرية ومدرستك الشعرية بتتميز بالشجن وبالحزن، وصف القرية. والله هو الشعب السوداني كل يعني. الشعب السوداني ده كله ما حزين يعني. ليه نكون حزينين؟ ما أعرف غايته هي كلها. الشعب السوداني ده كله بيعاني من هذا الحزن، قد تكون صفة ملازمة لنا يعني، هو ملازمة لكل الناس يعني. أنا ما داير أقول نحن بنخجل من الفرح، ما أعرف الشعب إذا كل بنخاف يقول بنقول بيسحرونا بنقول بيسحرونا دي ما مشكلة، بنخجل من الفرح وبنخجل من الحاجات الجميلة. دائما بنكتب شجننا وبنكتب أحاسيسنا الصعبة يعني. ويعني برضو عندك مشاركات يعني، أنا عرفت أنك أنت طبعا نشأت وترعرعت بالجزيرة. نعم. بهذه المدينة الخضراء الجميلة، ولكن عندك مشاركات هنا بمركز شباب درمان، حدثنا عن المشاركات. مشاركات هنا بمركز شباب درمان، أول شيء قبل لا نزل هنا في القناة هو الزبير سعيد أحييه. الزبير أنا أول ما جيت كان عندي قريبي برضو أحييه اسمه محمد حسن حرباي، فقام قال لي يا أخي تدي قصائدك لهنا عشان ننشرها لك في الجريدة. المهم موضوع طويل، فأنا أول ما دخلت حي مركز شباب درمان جيت كشاعر قدمت نفسي وكان قريت النص الأول قبل قريته لك ده يعني، ما تميت سنة هو السنة الثانية بقيت أدير منصة المنتدى. يا سلام. دي اندلت على شيء دل على أنه الناس الشعراء في مركز شباب درمان ما عندهم أي حقد على الآخرين يعني، بيقبلوا الزول الجديد بيحترموه بيقدروه. والآن أنا قاعد أدير منصة منتدى حسن الزبير. منتدى حسن الزبير منتدى قديم، ونترحم على الأستاذ الجميل الأستاذ حسن الزبير ربنا يرحمه ويغفر له. المنتدى ما بديره أنا بلاي، معي مجموعة جبلابي أستاذ عيسير كذا، لكن أنا بكون ماسك المنصة بتاعت المنتدى دي مشاركاتي، وده العمل اللي لسه أنا ما زلت بقوم به في المنتدى. يا سلام. أتمنى لك دائما التوفيق، وأتمنى إنه كتاباتك تصل لأعمق وأكبر مكان، تنتشر عالميا. تلقى أنا عرفت إنه برضك عندك قصائد تمت الحين. أنا أتمنى لك التوفيق والسداد، وإحنا في الخواتين طبعا دائما الزمن بيظلمنا يعني أو بيظلمنا. كل الناس اللي بيشاهدونا الآن أنا سعيد. أدينا قصيدة نختم بها حوار. أقول لك قولي حاجة، قولي حاجة وكلميني، يمكن الريت فيني أكبر، يمكن أنسى عذاب سنيني، وكل لحظة أريدك أكثر. قولي بشتاق لي عيونك وما بطيق الدنيا دونك، قولي خلي الدنيا تفرح تبتسم تنسى الشقاوة وتملى كل الناس محنة وتمسح الفات من عداوة. وقولي حاجة في انتظار الدنيا يقطر انسكب زي تبرير صافي من الكلام، الكلام منك بحير أصل قولك زي ما في أصل صوتك بيوهب الدنيا النغمة، ما في زول من تاني بيحزن ما الكلام بيطلع مدوزا. كلميني وخلي كل الدنيا ترقص، قولي ليه بشتاق أشوفك وللكلام بختار حروفك، خلي ريدي شايل ليك إلا كل الدنيا بهجة وبيك نعيش أيام هنانة ونطرد الحزن المعانا. والدروب الدروب تفرح عشان حست خطانا، نبقى زي اتنين برانا، لا في زول عاشر يدا غيرنا، لا في غيم في غير سمانا، وبالمحبة بالمحبة في قلوبنا يبقى كل الكون ورانا. كلميني الكلمة منك حاجة تانية، حاجة في الأحلام سريعة تدي ألوان للطبيعة، كل لون في لوحة منك وكل مجذوب تاهو ترجم شمة بس من باقي دنك، حاجة تدي الدنيا عيدة، حاجة تلهم كل شاعر في غناك اكتب قصيدة وكلميني. يا سلام. شكرا جميلا للأستاذ والشاعر يوسف عبد الرضي الشيخ، الشاعر اللي كان موجود معنا، أشهر كتاباته ونسة حريم واهتمامه بالمدرسة العامية واهتمامه أيضا بالمشاركات الثقافية عبر المنتديات الموجودة في الخرطوم.